بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس شفت فيديو عن طريقة إضافة شاشة ثانية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة سواء كانت ماك أو ويندوز، فقبل نعرف تفاصيلها أتمنى تعطون لايك لهذا الفيديو وأيضا تشتركون بالقناة. اللي عجبني في هذه القطعة أن طريقة تركيبها سهلة، مجرد أنك أنت تثبت 4 قطع مغناطيس خلف شاشة الجهاز، وبعدين تجيب الشاشة وتثبتها خلف شاشة جهازك المحمول زي ما ذكرت، متوافقة مع الماك والويندوز، وبإمكانك أيضا تستخدمها على النينتندو سويتش أو الجوال. بإمكانك أنك تستخدمها بطريقتين، طريقة العرض اللي قدامك يشوف نفس شاشتك، أو بإمكانك أنك أنت تسحبها على اليمين وبالتالي راح يكون عندك شاشتين، وتقدر أنك أنت بحسب إعدادات جهازك سواء كان ماك أو ويندوز أنك تعملها كشاشة ثانية، أو أنك أنت تعملها كميرور بحيث أنه اللي ينعرض على الشاشة الرئيسية ينعرض على الشاشة الثانية، وهذه تنفع في وضعية اللي هو العرض أو البرزنتيشن مود. هذه القطعة تجي ب4 ألوان، ما راح تزيد الوزن كثير، يعني تقريبا 0.5 كيلو، تجي بدقة فول اتش دي وسطوع 300 نت، فأنا أشوف أنها مناسبة للناس اللي حابين أنهم يحصلون على شاشة إضافية لجهاز الماك بحيث أنها تكون متصلة بجهازهم وما راح تزيد من الوزن بشكل كبير. بالنسبة لي أنا ماني من هواة الشاشتين أو أني أشتغل على شاشتين، دائما أحب أشتغل على شاشة واحدة، لكن إذا تقولون هل أنكم تحبون تشتغلون على شاشتين في الكمبيوتر وهل هذه القطعة راح تعجبكم ولا لا؟ ولو شفت اكسسوارات في فيديوهات أنا أتابعها، هل تحبون أشارككم هذه الفيديوهات ولا لا؟ يعطيكم ألف عافية، لا تنسوا تشتركون بالقناة، ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.